أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أمي صدميني، هالروايح الطيبة هي معناتها في طبخة طيبة. صدميني وقوليلي إيش طبختي لنا اليوم؟ جهزي حالك للصدمة، جهز. واحد اثنين ثلاثة، عملتلكن مسقعة بس إيش مسقعة؟ مع بخلل وبصل بلدي، شي عالكيف. ابوك طيبة وانا ما بقدر ادله طلب لابوك لك مسقعة. لك امي انت اكتر وحدة بتعرفي انا ما بحب المسقعة، بتروحي بتطبخيها خاصة المسقعة. طيب عملي لي ليش ميكانيك شي عالزيق، انا باكله وانتو كلو المسقعة. اسمعوا لك، انا سيارتك كتير طفح الكير خلاص وصلت لعند هون، لسه بحب وما بحب طبخيني ولا تطبخيني. اسمع لك، طبختنا اليوم مسقعة، بدنا ناكل مسقعة، عجبك كل ما عجبك روح كل من برا. ايه ايش عليه، انا ما راح اكل انت كلوه، انا رايح اجيب اكل من برا على كيفك، لانه الله يطعمك يا عباد. اسمعوا لك، الله يطعمك اشوفك جايب شي من برا ولا من المطاعم، لا خليك تنام انت وياه على الدرج، فهمان؟ شي حلو والله، تعوا علمونا ربوا وتعبوا يا حيف على الترباي. بس وانتو كمان ليش طبعا ما اشتركتوا بالقناة؟ اشتركوا بالقناة يلا. قصدي يا عيني يا روحي انتو وياها، انا شايفكم هلا، في كثير ناس عم بتشوف الفيديو ما مشترك بالقناة وما حاطة لايك، ليش؟ ليش؟ قولولي ليش ليش؟ يعني خلاص والله زودتوها، قبل العيد بدنا نوصل ل 200,000، انا ما بعرف شلون بدنا نوصل ل 200,000، يلا حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، بتعرفوا ليش؟ بما اني لما طيبخة مسقعة وطيبخة، اكيد في حدا بيناتكم بحب المسقعة. الله وكيلكم كبسة خس مخلل على كيف كيفكم وفحلين بصل بلدي، تفضلوا تعشوا معنا. والله اطلب من برا، هلا طيب من برا. لوك 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 لوك، ايش بحط افقاف؟ شكل ام عبادة ليحتك بالبابوج. يعني عن جد انت مرة طبيعي بابا، شلون بتقدر امي تعمل لنا مسقعة؟ شو هاد؟ مسقعة؟ اكيد عم تمزح. ايه انا قايلة تعمل لنا مسقعة، ليش اشبه المسقعة؟ ولك ابني انت وياها كوسة ولحمة، لك بهالايام مين عم بيقول لحدا ياكل لحمة؟ كوسة ولحمة ومخلل وفحلين بصل بلدي. يا عين يا عين، ولك بعدين هي أكلة صحية بيعملوها بالمشافي، وصلنا زمان ما عندنا طبخينة، أكلة صحية قلت لي، إيه إيش عليه؟ معناتها كل أنت المسقعة، أنا عن نفسي رايح أجيب أكل من برا لك. يا قطقوطة يا حبيبتي الماما، كتشي كتشي، الله يطعمك أشوفك جايب شي من برا. صاير دماتك كتير خفاف لأنه وإذا مشتيها على فاتح شهية، بقول لي أمي هاي أحلى فاتح شهية إلك. شكرا أمي، غلبتي حالك. العفو يا حبيبي. بدك تجيب من برا قلت لي؟ ليك الدليفري وصل لعندك بسرعة البرق. والله شكلنا اليوم رح ناكلها المسقعة. أنا رح أجيب، يعني رح أجيب فهمانة، وبيتزا كمان. بيتزا؟ إيها إيها، هذا الكلام اللي بينسمع. بتجيب لي معك وحدة وخليك تولي عليها كاتشاب كمان. إيه؟ تكرمي؟ ايدك على 100 ليره مش اجيب لك معي. يا عبي شو عليك، يا عبي شو عليك، ليش الاخوه في بيناتهم حساب؟ انا ما دخلت عليك مصاري. بتجيب لي معك انت هلا وبعدين انا وانت متحاسب. بالله بالله شو لو شايفتني سحله مخطي ولا عبجبه وماشي عبعرج، تعطيني مصاري بجيب لك معي، شو تسبحيني مو اعطيتني مصاري جبت لك، ما اعطيتيني كلي مسقعه من عملتها امك. ايه تصطفل، انا اصلا كنت عم بشجعك بس الا انا لا بحب لا البيتزا ومالك جوعانه كمان. مالك جوعانه؟ ايه ايش عليه؟ سمعان بابا، مش هلا اذا رحت جبت البيتزا وفتحتها تيجي تقول لي هات تقمه وهات تقمه، لانه الله وكيلك بس تشم ريحه الاكل بتنط عليه مثل ما حيوان بنط على الفريسه. ولا انت شلون بدك تاكل قط المراك عارفين؟ راسك تنح مثل هالحيط ما حدا بغيره، روح مدرب على قلبك جيبه تاعه، واذا اما حسيت انا مالي علاقه. ولك انا اصلا ما بحب البيتزا يا، ايش بكون انتو؟ ماشي. وانت هلا صرتي ما بتحبي يا البيتزا مو، ولك يخرب بيتك من حالك، جمعتي مصاري بالعيد عيديات بعدت شعر راسك، اصلا اصلا هلا انت لازم تفتحي مطمورتك وتعزمينا كلياتنا على حسابك. تروح خلنا ان شاء الله، انا معي مصاري يخرب بيتك من حالك، اصيت غنى ولا اصيت فقر، الله يسمع منك منين يا حسره؟ ها ما معي البتكاية، ولك اذا بقوم بحسبهم كلياتهم هلا اللي معي ما بيطلعوا 50 60 ليرة كلياتهم. 50 60 ليرة قلتي لي؟ ايه شو عليه؟ خلي 50 60 ليرة تبعيتك عندك، الله يطعمك تقربي بس اجيب الاكل. ولك خلص بقى فلقتنا، تضرب انت وهالبيتزا اللي بدك تجيبه، تضرب روح جيب على قلبك كود تف، ما بدي مالي مشتهية. يو بابا انا نازل، اجيب لك معي شيء وانا جاي؟ ايه عدي وانت جاي جيب لي معك باكيت سجاير مع ابو توفيق تحت، ولا تحسبه
قل له ابي بعدل عندك بحيسبك، بلكي بتصلي حجة وبقطع من البيت بهرب من الوجه من امك شوي، ولك بدي اهرب من وجه ضايتين بس خيناتي غدو. شو بدي ادخل هلا انا؟ يلا. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. اوف ايش واحد معك؟ فجأة شوف يعني ما صار غير سويت اللي بالك، ما صار غير رحت جبت اكل من برا. خلصنا بقى عمي يعني ها؟ طبختوا انتم مسقعه واكلتوا مشي حالكم، عيفوني اكل بيتزا بقى واروقها، لا حدا يدخل فيني اذا سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة بتشهي. ليش تفكري؟ لك حتى مجرد تفكير تفكير لا تفكري. حلوة والله ريحتها بتشهي هالبيتزا، مالي خبرك ريحة طيبة. وليك حتى شوفي هاد، وصرنا شوفي هاد العين تطرق، اشتغل فيها كراي انتهت شوفي هاد. لا حول ولا قوة الا بالله. تكرم بابا تفضل وصوم انت. لك ايه والله تعالوا لك منصر ماي هيك كمان شوفي لي، ما هو مشاني مشان اشوف هدول شو مسوا، يعني اطبخ لكم مثله احسن ما تروحوا بتشروا من برا. بدي اسوي لكم انا هيك. بدك تعملي لنا قلتي لي ايه ايش عليه؟ تفضلي قسمي انت كمان. يعني هلا طعمت امك وطعمت ابوك والطبارة صارت كبير قدامك، هيك شوفي لي كمان ويعني ايش قدك كحتي. والله ما هو كرمالك بس معلش المعامله مع الله ما هو مع العبد. بعدين تعي لهون على اساس شبعانه ما بتحبيها البيتزا، هلا صرتي بدك تاكلي؟ خدي تاي امسكي سم الهاري ان شاء الله. انا عم بتقولي ان شاء الله سم الهاري؟ ايه الا اذا بتلقى هلا لشوف. لك مو عيب الشوم عليك عم بتقول على امك ان شاء الله سم الهاري؟ مو عيب عليك؟ شو؟ علينا سم الهاري؟ كذاب امي كذاب والله ما قلت شي والله ما قلت شي. بدك تصدقيها لهي؟ كذاب امي والله كذاب. ولك يخرب بيتك من حالك ما بتستحي على حالك، فوق ما لك حكي كمان وعم تكذب كمان. يا بالشوم عليك قريتر باي قال راح اطالع امه وابوه شوفه بس وقال لهم سم الهاري. ولك بدل ما تقول لهم يسلموا الله يرزقكم لانه هن يعطوك مصاري وخلوك تروح تجيب بيتزا، فوق ما امك سمحتك وقالتك جيب بيتزا عم تقول لها سم الهاري. امي ما تواخذني بهالكلمه بس ابنك قريتر باي صار بده ترباي. يا بالشوم يا بالشوم. روحتي وشربت مي حمارة عوري بدي اقطع بروحك يا عبادة جايتك. طالع له مع البلندة انتي روحي له من غرفة بسرعة. بدي حط راسه براسي آن وهلا طبق البيتزا كلها تصار الي كيف لكت. الله الله ولك يخرب بيتك من حالك، انتو بهذا البيت لازمكن شيطان ليش؟ ليكك انتي قادر 10 شياطين يخرب بيتك من حالك، ولك شو اغراضي؟ اغراضي اشلح ما اطلع امشي مع الشارع يخرب بيتك، ولك حرضتي امك وابوك على اخوكي، انا صار لي 15 سنه بهالمصلحه هاي، ولك انا ابن سوء ما قدرت احرض امك وابوك رد على اخوكي، يخرب بيتك من حالك، عم بفكر اجيب ابني تعمل له كم درس عندك، بلكي بياخذ جزء اللي عندك، اروح اخلص اخوك عبيده من بين ايدي امك وابوك قبل ما يقتلوه، يخرب بيتك من حالك.